هاي حارتنا اللي بتشبه ضيعة بعيدة، بس هذا المكان البسيط اللي انتو شايفينه هلا هو بنص مدينة اسطنبول. ايه والله بنص اسطنبول. بكل الأحوال مدينة اسطنبول في إلى أشكال مختلفة، وحكايتنا نحن رح تصير باسطنبول هاي. مين أنا؟ أنا لميس، لميس البول، الأخت الكبيرة بالعائلة. أهلا وسهلا فيكم بقصرنا. وهذا بابا أمير القصر تبعي، أو بالأحرى الملك. أحمد حكمت فكرت، يلا صارت الساعة 7:30. بس 5 دقايق أختي. لسه عم بيقول 5 دقايق، يلا قوم. طيب يلا قوموا قوموا بسرعة، صارت 7:30. يلا رح تتأخروا. اتركيني. يلا بقى رح تتأخروا. استنى أنا بالأول. لا أنا، أنا بدي أروح. أنا مستعجل أكثر منك، متضايق كثير. أنا بالأول. ابعد لك يا ميلاس. وعصمة الحلو كمان فاق. بس عاملها لحاله. ولا يهمك حبيبي، مو مشكلة. تعال عندي، تعال عندي حبيبي. أوبا. على فكرة أختي هي آخر حفوضة عنا. ما عم بيضاينوا أبدا. يلا يا حكمت، يلا يا أخي. نفس الخناقة كل يوم. يلا حملوا هاي الطاولة المكانة، وخذوا الشنطة كمان. يلا ليك نايم. حمل الطاولة. بابا بابا يلا قوم، بدهم يحملوا الطاولة. قومنا مع الكنباية بابا. اليوم آخر موعد لفاتورة الكهرباء. مو معقولة شو عم تطلع بسرعة يا أشقراني المنكوش. معي 300 ليرة رح أتركه. حكمة قديش معك أنت؟ هدول بس، الجمعة رح يعطوني حساب الأسبوع. شو بدي ساوي؟ رح أطفقهم وأتصرف. ورجيني لشوف. لابس قميص وسخ؟ لو عندي غيره كنت لبسته. لازمني توقيع أبي مشان رحلة المدرسة، وهي مهمتك أنت يا ست ليلاس. برافو عليكي، بابا بذاته ما بيعرف يوقع مثلك، عم تتطوري كتير. مع مين التليفون؟ ليكو معي. بدي اتصل بحدا يجي يصلح لنا الغسالة. قديش ضل معكم؟ والله ما ضل شي. أنا بدي 200 ليرة عشان أعمل وظيفة درس العلوم. أنا بعطيك إياهن، بدي أعطي دروس بعد الظهر. فكرة بيك؟ أنت حطيت مصاري مشان الكهرباء؟ بس أنا ما معي مصاري. صار عمرك 11 سنة، يعني صار فيك تبلش شغل. فكرة قوم. قوم. بدل ما تصيع وتضيع وقت بعد المدرسة، فيك تروح وتبيع شي شغلة. تعال لشوف أنت. أنا رح أشتغل بدل مريم اليوم، مين رح يدير باله على عصمت؟ أنا عندي امتحان، وأنا كمان كتير مشغول. والله أنا ماني فاضية، عندي دراسة. فينا نترك عند الخالة خيرية. بلا حكي فاضي، مبارح كانت رح تحرق الحارة وقد طلعت ونسيت الغاز مفتوح. عندك شي فكرة أحسن؟ يلا حبيبي، كول يا حلو.